بعد سماعها عنوانا، ولك الخيار. اتصلت علي تعرض مشكلتها، قالت كانت لي علاقة مع شاب، كان من ثمراتها أني وقعت في الحرام مرات ومرات، لكنني بعد حج هذا العام تبت وندمت وأقلعت عن الذنب، فبماذا تنصحني؟ قلت أصدقي في التوبة واسأل الله الثبات. فانفجرت باكية وهي تقول والله إني صادقة، انفجرت باكية وهي تقول والله إني صادقة، لقد أحرقت المعاصي قلبي وأجرت دمعي حارا على وجهي. فهدأتها وقلت أبشري بالخير، فرحمة الرحمن واسعة، وإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قالت بقيت مشكلة أعاني منها. قلت ما هي؟ قالت لا زال يتصل بي من حين إلى حين، أو يرسل إلي رسائل في الجوال، مع العلم أنه هو أيضا قد صلح حاله وتبدلت أوضاعه. فقلت ما الهدف إذن من الاتصال والإرسال؟ هذا باب من أبواب الشيطان ولا بد أن يغلق، فإن الله قد قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إن كان صادقا ويريد تصحيح ما كان فليطرق البيت من بابه. قالت إنه يستمع لأشرطتك ويتابع أخبارك. قلت أعطيني رقم هاتفه وسأتصل عليه. اتصلت عليه وعرفته بنفسي ففرح واستر. فقلت له اتصلت علي فتاة يهمها أمرك وتريد لك الخير، لقد قالت لقد كنت أنت وإياها على علاقة محرمة، ثم من الله عليكما بالتوبة والهداية فاحمد الله على ذلك. ثم قلت لكن بقي أمر. قال ما هو؟ قلت أمر الرسائل والاتصال، إن كنت صادقا تريد أن تصحح ما مضى فاطرق البيت من بابه كما قال الله، وأتوا البيوت من أبوابها، وإلا فاقطع ذلك وأغلق باب الشيطان. فوعدني خيرا. دارت الأيام ومضت الليالي، ثم اتصلت علي الفتاة مرة أخرى فسألتها عن أخبارها وحالها فقالت على أحسن حال. ثم سألتها عن فلان فقالت لقد انقطعت الرسائل تماما وانقطع الاتصال. لكن ثم سكتت وطال سكوتها. فقلت ما بك؟ قالت هناك أمر لا بد أن تعرفه، فكيف أستحي منك وأنا لم أستحي من الله؟ قلت ما هو؟ قالت لم أقل لك، إني متزوجة. قالت لم أقل لك إني متزوجة وعندي 3 أطفال، فصعقت أنا وتلعثمت ولم أستطع الكلام. صاح في داخلي صائح ونادى مناد يا الله، ألهذه الدرجة وصل بنا الضياع والانحلال؟ حبست دموعي أسى على واقع المسلمين. قالت باكية لم لا تتكلم؟ أعلم أن جرمي عظيم ولكني تائبة، والله يحب التوابين، ووالله إني نادمة ومنطرحة بباب رب العالمين. تمالكت نفسي وقلت والأطفال؟ أطفال من؟ فقالت أقسم بالله العظيم إنهم أبناء أبيهم وأنا متأكدة من ذلك. فقلت هل عرفت الآن لماذا كان الزنا من أشنع الجرائم وأقبحها؟ به تنتهك الأعراض وتختلط الأحساب والأنساب، لذلك قال الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. بل رتب عليه أبشع العقوبات، الرجم حتى الموت، وبدأ بالزانية قبل الزاني، فقال ما
والزانية والزاني، فبدأ بها لأنها لو لم تمكن من نفسها لما حدثت هذه الجريمة. فبكت حتى قطعت قلبي من بكائها، تقول: أشعر كلما رأيت زوجي أني مجرمة وأني حقيرة، ودائما أردد على مسامعه: سامحني واعف عني. وهو لا يدري لماذا أقول له هذا، بل فكرت مرات ومرات أني أصالحه، فقلت: أستري على نفسك، فمن سترت على نفسها ستر الله عليها، ولكن أصدقي مع الله بالتوبة. فزاد بكاؤها، شعرت حينها أنها صادقة، في توبتها. أحسبها والله حسيبها، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.